الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى. إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون أرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم، وقال: يرحمكم من في السماء. طيب، في أمس يعني حديث فات الإخوة. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قتل النساء في الحرب. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم بيت الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: وجدت امرأة مقتولة، أو وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب لا تمنوا لقاء العدو. قال: حدثنا يوسف بن موسى قال: حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال: حدثنا ابو اسحاق الوزاري عن موسى بن عقبه انه قال: حدثني سالم بن ابو النضر قال: كنت كاتبا لعمر بن عبيد الله فاتاه كتاب عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو. وقال ابو عمرو: حدثنا مغيره بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقيتموهم فاصبروا. باب ان الحرب قد عام. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: اخبرنا معمر بن همام عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: هلك كسرى ثم لا يكون كسرى بعده وقيصر، وابليانكن ثم لا يكون قيصر بعده، ولا تقسمن كنوزهما ولا تقسمن كنوزهما في سبيل الله، وسمى الحرب خدعه. قال: حدثنا ابو مكر بن الاسلم قال: حدثنا اخبرنا عبد الله قال: اخبرنا معمر بن همام بن نبي عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال: سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحرب خادعة. وبه قال: حدثنا صدقة بن الفضل قال: اخبرنا ابن عيينة عن امرئ انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. باب الكذب في الحرب. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا سفيان عن امرئ بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لي كان من الاشرف فانه قد اذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلم: انت تحب ان اقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فاته. وقال: ان هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد عنانا وسالنا الصدقه. قال: وايضا والله. قال: فانا قد اتبعنا وبنكره وندعه حتى ننظر الى ما يصير امره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله. باب الفتك باهل الحرب. قال: حدثني عبد الله بن محمد قال: حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من لك من الاشرف؟ وقال محمد بن مسلم: اتى تحب ان اقتله؟ وقال: نعم. قال: فاذن لي فاقول. فقال: قد فعلته. باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى عليهم معرته. قال: اللي تحدثني عقيل قال: عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ابي بن كعب القيبان بن صياد، فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخله طابق يتقي بجذوع نخل، وابن صياد في قضيبه له فيها رمرمات، فرات ام ابن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا صبي، هذا محمد. فوثب ابن صياد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تركت بين. باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حبر الخندق. في سالم انس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يزيد عن سلمه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا ابو الاحمص قال: حدثنا ابو اسحاق عن البراء رضي الله عنه انه قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى ورى التراب شعر صدري، وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينه علينا وثبت اقدامنا لاقينا، ان الاعداء قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنتنا بينا يرفع بها صوته. وفي نسخه قال: ان الاولى قد بغوا علينا. قال رحمه الله تعالى: باب من لا يثبت عن الخير. قال: حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا ابن ادريس عن اسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه انه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا راني لا تبسم في وجهي، ولقد شكوت اليه اني لا اثبت على القني، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبت واجعله هديا مهديا. باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها دمعا وجهي وحمل الماء في الترس. قال: حدثنا عن بن عبد الله قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا أبو حاتم أنه قال: سأل بن سعد السعدي رضي الله عنه: بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ما بقي من الناس احد اعلم به مني، كان علي يجيء بالماء في ترسي، وكانت يعني فاطمه تغسل دمعا وجهها وقيدا.
وأقيل حسن فعلق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما يكره من التنازع والاختلاف والحرب وعقوبة من عصى إمامه. وقال الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة: تريح الحرب. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكان جمعة عن سعيد بن ابي مردة عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وابا موسى الى اليمن قال: يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق انه قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه يحدث قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم احد وكانوا 50 رجلا عبيد الله بن جبين، فقال: ان رايتمونا تخطمون الطين ولا تبرحوا مكانكم هذا حتى ارسل اليكم، وان رايتمونا هزمنا قومه واطعناهم فلا تبرحوا حتى ارسل اليكم هزموهم. قال: فانا والله رايت نساء شديدن قد ادخل خلاخلهن واسوقهن رافعه ثيابهن. فقال اصحاب عبد الله بن جبين: غنيمتي قوم الغنيمه، اي غنيمتي قوم الغنيمه، ظهر اصحابكم هذا فما تنتظرون. وقال عبد الله بن جبير: انسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: والله لتأتين الناس او لنأتين الناس فلا نصيبن من الغنيمه. فلما اتهم صلبت وجوههم فاقبلوا منهزمين، فذا كان يدعو الرسول في اخرهم، فلم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا، فاصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه اصاب من المشركين يوم مدينه 40 و170 اسيرا و70 قتيلا. فقال ابو سفيان: في القوم محمد قال 3 مرات، فلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يجيبه، ثم قال في القوم ابن ابي قعامه 3 مرات، ثم قال في القوم ابن الخطاب 3 مرات، ثم رجع الى اصحابه وقال: اما هؤلاء فقد قتلوا فما ملك عمر نفسه. وقال: كذبت والله يا عدو، والله ان الذين اعددت لا احياؤهم كلهم، وقد بقي لك ما يسوك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، انكم ستجدون في القوم مثلة لما امر بها ولم تسوني، ثم قد يبتدئ علوهم بل علوهم بل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيب لهم. قالوا: يا رسول الله ما نقول ما نقول؟ قال: قل الله اعلى واجل. قال: ان لنا العزى ولا عزى لكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجيب لهم. قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. باب اذا بدأ بالليل. قال حدثنا قضيب بن سعيد قال حدثنا احمد عن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجودنا واشجع الناس. قال: وقد وزع اهل المدينه ليله سمعوا صوتا. قال: بدنا قام النبي صلى الله عليه وسلم على فرس ابي طلحه عرين وهو متقلد سيفا. فقال: لم تراه لم تراه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجدت بحر يعني فرس به اليه. قال: فمر العدو فنادى به على صوته يا صباحا وحتى يسمع الناس. قال: عندنا المكي بن ابراهيم قال: اخبرنا يزيد بن ابي عبيد عن سلمه انه اخبره انه قال: خرجت من المدينه ذاهبا نحو الغابه حتى اذا كنت في ثنيه الغابه لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف. قلت: ويحك ما بك؟ قال: اخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقلت: من اخذها؟ قال: غفر من هو فزار. فصرخت 3 صلوات اسمعت ما بين لبيتي: يا صباحا ويا صباحا. ثم اندمعت حتى القاهم وقد اخذوا فجعلت وقد اخذوا فجعلت ارمي واقول: انا ابن الاكوع واليوم يوم رضع. فاستنقذتها منهم قبل ان يجرموا فاقلت بها سوقها لاغفر. لقيني النبي صلى الله عليه وسلم وقلت: يا رسول الله ان القوم يحتاجون اني اعجلت ان يشربوا سقياهم. فابعث به اثنين. وقال: ابن الاكوع ملك تباسي ان القوم يقرون في قومهم. باب من قال: خذها وانا ابن فلان. وقال سلمة: خذها وانا ابن الاكوع. قال حدثنا عبيد الله يعني اسرائيل عن ابي اسحاق انه قال: سال رجل البراء رضي الله عنه وقال: يا ابا عمرة توليتم يوم حنين؟ قال: البراء وانا اسمع مما رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يولي يومين. وكان ابو سفيان بن الحارث يأخذ بعنان بغلته، فلما غشيه المشركون نزل فجعل يقول: انا النبي ولا كذب، انا ابن عبد المطلب. قال: فما روي من الناس يومئذ اشد منه. باب اذا نزل عدو على حكم رجل. قال حدثنا مسلم بن محرب قال حدثنا جمعة عن سعد بن ابراهيم عن ابي ومتعه وهو ابن سهل بن حنيف عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قريبا منه، فجاء على حمار. فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا الى سينكم. فجاء فجلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ان هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: فاني احكم ان تقتل المقاتلات وان تسبى الذريات. قال: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. باب قتل ناس وقد الصبر. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن انس مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى راسه المغفر. فلما نزعوا جاء رجل وقال: ان ابن خطر متعلق بأسنان الكعبة. وقال: اقتلوه. بابنا لا يستنصر رجل من لم يستنصر ومركع ركعتين عند القدر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري انه قال اخبرني عمرو بن ابي سفيان بن يزيد بن جانية الثقفي وهو حليف لبني زورة وكان من اصحاب ابي هريرة ان ابا هريرة رضي الله عنه قال: بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 راط سنية عين، وأمر عليه مع عصمة بن ثابت الأنصاري جد عصمة بن عمر، فانطلقوا حتى إذا كانوا بالأداءات وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من أذين يقال لهم بنو لحيان أو لحيان، فنبروا لهم قريبا من 100 رجل كل امرأة من بقطص وذرهم حتى ولدوا ما كان تمرا تزودوا من المدينة، فقالوا: هذا تمر يهدر بقطص وذرهم. فلما رأوا عصمة وأصحابه لجأوا إلى فد وأحاط بهم القوم وقال لهم: انزلوا وأعطونا بأيديكم ولكم العدو والميثاق ولا نقتل منكم أحدا. قال عصمة ثابت:
قال عاصم بن ثابت الامير سريه ما نفع الله الا انزل اليوم في ذمه كافر، اللهم اغفر عنا نبيك فرماهم بنبل ما قدر عاصم في سبعه، فنزل اليهم ثلاثه ناط بالعدي والميثاق منهم قبيب بن الانصاري وابن دثينه ورجل اخر، فلما استمكنوا منهم اطلقوه ابتلاء قيسي او قيسي فاوثقوا، فقال رجل ثالث هذا اول غد والله لا اصحابكم ان في هؤلاء لا اسوا، يريد قد ما جرروه وعالجوه على ان يصحوا باب فقتلهم وانطلقوا بخباب وابن دثينه حتى باعهما بمن كتب بعده، وقد مدري ما ابتاع خبيب بن الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد بن عبد مناف، وكان خبيب وقتل الحارث بن عمرو بن نوفل، فلبث خبيب عنده مسيرا، قال فاخبرني عبيد الله بن عياض ان بنت الحارث اخبرته انهم حين اجتمعوا يستعر من موسى يستعد بها فعرته، فاخذ بنا اللي ونقى ابنه حين اتاه، قال فوجدته موجني على فخذي والموسى بيدي، فمزعت مزعه على خبيب فوجئ فقال تخشين ان اقتله ما قتله، فعل ذلك والله ما رايت انسانا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما ياكل في قطف عنب في يدي، وانه لم تقم بالحديد بمكه من ثمن، وكانت تقول انه لا رزق من الله رزقه خبيب، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل قال لهم خبيب دروني اركع ركعتين، وتركوه يرفع ركع ركعتين، ثم قال لولا ان تظن ان ما في جزع لطولت، والله ما احصي عددا ما اباني حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مصرعي، وذلك بذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شبه الممزع، فقتل ابن الحليم كان خبيب، هو سن ركعتين لكل امرئ مسلم قتل صبرا، فاستجاب الله لعاصم بن ثابت وصف، واخبر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه وخبرهم وما اصيبوا، وبعد ناس من كفار قريش الى عاصم حين حدثوا انه قتل ليؤتوا به شيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظماء يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر، فحمته من رسول فلم يقدروا على ان يقطع من لحمه شيئا، باب فكاك او فكاك الاسير في عن ابي موسى، باب قتل الاسير وقتل الصبر في شيء، باب قتل الاسير وقتل الصبر. قال رحمه الله تعالى باب فكاك الاسير في عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن النبي ولي عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فك عني يعني الاسير واطعم الجائع وعود المريض وبيني، قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مطلب بن العامر حدثنا عن ابي شعيبه رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي لما في كتاب الله عز وجل؟ قال والذي فلق الحبه وبرأ الناس ما تم اعلمه الا فمن يعطيه الله عز وجل رجلا في القران، وما في هذه الصحيفة؟ قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل هو فكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، باب بداية المشركين، قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب أنه قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إذا فلنترك ابن أختنا عباس ميتا، وقال لا تدعون منها درهما، وقال إبراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين وجاءه العباس وقال يا رسول الله أعطني فإني وديت نفسي ووديت عقيلا، قال فقال قال خذ وعطه بثوبه، قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري انه قال عن جبير محمد بن جبير عن ابي وكان جاء في اسره قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يغرب يقرا في المغرب بالطور، باب الحرب اذا دخل دار الاسلام بغير امان، قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو الحميد عن ياس بن سلمه بن الاكوع عن ابي رضي الله عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عينه من المشركين وهو في سفر مجلس عند اصحابه يتحدث، ثم بدل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا واقتلوا واقتلوا ونفله سلبا، باب يقاتل على الهزيمة ولا يسرقون، قال حدثنا موسى بن نعم دقيقة طيب عاد الصوت الآن يا مشاهير دقيقة بس فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه واقتلوه قال رحمه الله تعالى
باب الحرب اذا دخل دار الاسلام غير امان. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابو نعيم يعني ياتي بن سلمة بن الاكوع عن ابي رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عينه من المشركين وهو في سفر وجلس عند اصحابه يتحدث ثم فتل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا واقتلوا واقتلوا فنفله سلبا. باب يقاتل على الإدمة ولا يسرقون. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عونه عن حصين عن عبد بن ميمون عن عمر رضي الله عنه قال واوصي بذمه الله وذمه رسوله صلى الله عليه وسلم ان يوفى لهم بعهدهم وان يقاتل من ورائهم ولا يكلف الا طغدهم. باب جواز الوفد. باب ان يستشفع لاهل الذمه ومعاملتهم. قال حدثنا قميص قال حدثنا ابن عيينة عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال يوم الخميس وما يوم الخميس ثم بكى حتى خضب دمعه الحصبة. فقال شد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجاعه يوم الخميس فقال اتوا من كتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده ابدا. فتنازعوا لا ينبغي عند نبي تنازع. فقال وهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعوني فالذي انا فيه خير مما تدعوني اليه. واوصى عند موتي بثلاث اخرجوا المشركين من جزيره العرب واجيزوا الوفد بمنح ما كنت اجيزه ونسيت ثالثا. وقال يعقوب بن محمد سالت المغيره بن عبد الرحمن عن جزيره العرب وقال مكه والمدينه واليمامه واليمن. وقال يعقوب والعرج اول تهامه. باب التجمل للوفود. قال حدثنا عمرو كريم قال حدثنا ليث عن قيل بن شافع عن سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال وجد عمر حلة استبرق تباع في سوق فاتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ابتع هذه الحله فتجمل بها للعيد وللوفود. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذه لباس من لا خلق له وهو قال انما يلبس هذه من لا خلق له. فلبث ما شاء الله ثم ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم من جبهه التبار فاقبل بها عمر حتى اتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت انما هذه قلت انما هذه لباس من لا خلق له او قلت او قال انما يلبس هذه من لا خلق له ثم ارسلتني بهذه وقال تبيعها قال او تصيب بها بعض حاجتك. باب كيف يعرض الاسلام على الصبي. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر الزهري قال اخبرني سلم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما انه اخبره ان عمر انطلق في راط من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل بني صياد حتى وجدوا يلعبوا مع الغلمان عند أطوم بني مغانة وقد قرب يومئذ بن صياد يحتلم فلم يشعر حتى ضرب النبي صلى الله عليه وسلم ضربه بيده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر إلى ابن صياد فقال أشهد أنك رسول الأمين. وقال ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أني رسول الله؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترى؟ قال ابن صياد يأتيني صادق وكاذب. قال النبي صلى الله عليه وسلم خلط عليك الامر. قال النبي صلى الله عليه وسلم اني قد خبأت لك خبيئا. قال ابن صياد ودق. قال النبي صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك. قال عمر يا رسول الله اذن لي في اضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون فلن تسلط عليه وان لم يكن فلا خير لك بقدره. قال ابن عمر انطلق النبي صلى الله عليه وسلم وابي بن كعب ياتيان النخل الذي به ابن صياد حتى اذا دخل النخله طبيق النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي بجذوع اخيه وهو يختن ابن صياد ان يسمع من صياد شيئا قبل ان يراه. وابن صياد مضطجع على ابراج من قطمه له فيها رمزه فرات ابن صياد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلتقي بجذوع النخل مقالة ابن صياد ان يصابه وهو اسمه. فذهب ابن صياد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو ترك تبين. وقال سالم وقال ابن عمر رضي الله عنه ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما والوا ثم ذكر الدجال وقال اني انذركم وما من نبي الا قد انذره قومه لقد انذره نوح قومه ولكن ساقول لكم به قولا لم يقلوا نبي لقوم تعلمون انه اعور وان الله ليس باعور. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي انس متسلم وقاله المقبري يا نبي هريره. باب اذا اسلم قوم بدار الحرب ولهم مال اراضون بين لهم. قال حدثنا محمود قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن عفان عن اسامه بن زيد رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان تنزل غدا في حجه. قال وهل ترك لنا عقيل منزلا؟ ثم قال ونحن ننزلون غدا بخيب بني كنانه المحصب حيث قزمت قريش على كل ذلك ان بني كنانه حلبت قريشا على بني هاشم لا يبايعون ولا يؤوون. قال زوري والخيم الوادي وبه اليه. قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن اسامه عن ابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا عليهما فقال يا هني اضمم جناحك عن المسلمين واتق دعوه المظلوم فان دعوه المظلوم مستجابه واتق رب الصليمه ورب الغنيمه واياي ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان فانهما ان تهلك ماشيتهما يرجع الى نقل وزرع وان رب الصليمه ورب الغنيمه ان تهلك ماشيتهما ياتيني ببني فيقول يا امير المؤمنين فتهلكما انا لا بلاك فالماء والكن ويسر علي من الذهب والبريق ويم الله انهم ليرونني قد ظلمتم وانا لبلاد فقاتلوا عليها بالجاهليه واسلموا عليها بالاسلام والذي نفسي بيدي لولا المال الذي احمل عليه في سبيل الله ما حميت عليه من بلادهم شبرا.
باب قدامة الإمام الناس. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتبوا لمن تلفظ من سلام من الناس. فكتبنا له 1500 رجل، وقلنا نخاف ونحن 1500. فلقد رأيت نبتلينا نحن فإن حتى إن رجلا يصلي وحده وهو خائف. قال حدثنا عبد الله في حدثنا عن الأعمش فوجد لهم 500. قال أبو معاوية: ما بين 600 إلى 700. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اني كتبت في غزوه كذا وكذا وامراتي حاجه. قال: ارجع حاجه مع امراتك. باب ان الله يعيد الدين برجل الفاجر. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري حا وحدثني محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن الزهري عن ابن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه قال: شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رجل ممن يدعي الاسلام: هذا من اهل النار. فلما احضر قتال قتل الرجل قتالا جديدا فاصابته جراح. وقال: يا رسول الله الذي قلت انه من اهل النار فانه قد قتل يوم قتالا جديدا وقد مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من النار. قال: وكاد بعض الناس ان يرتاب. فبينما هم على ذلك قيل انه لم يموت ولكن به جراح جديدا. فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح مقتل نفسه. فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: الله اكبر واشهد اني عبد الله ورسوله. ثم امر بلالا بان فنادى بالناس: انه لا يدخل الجنه الا نفس مسلمه، وان الله لا يؤيد هذا الدين برجل فاجر. باب من تامر بالحرب من غير امراه اذا خاف العدو. قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن علي عن ايوب عن حميد بن هلال عن انس مالك رضي الله عنه قال: خاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اخذ الرايه زيد فاصيب، ثم اخذ جعفر فاصيب، ثم اخذ عبد الله بن راحه فاصيب، ثم اخذ خالد بن الوليد من غير عن غير امراه فمتح عليه. وما يسرني او قال: ما يسر من نام عندنا. وقال: اين وان عيني لتذيبان. باب العون بالمدد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي وسلم بن يوسف عن سعيد عن قتادة عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رعن وذا كان وصيته بنو الاحيان او بنو الاحيان فزعموا انهم قد سموه واستمدوه واستمدوا على قومه. فمد النبي صلى الله عليه وسلم من 70 من الانصار. قال: انس كنا نسمي من قضاء يحطبون بنا ويصلون من الاليه. قال: وانطلقوا بهم حتى بلغوا بي رمى ولا تغدروا بهم وقتلهم. فقال: نتجارى ندعو على رعن وذا كان وبني الاحيان. قال: قد حدثنا انس ان مقره بهم قراننا لا بلغ ان قومنا بان قد لقينا ربنا فرضي عنا وطانا ثم ذلك بعده. باب من غلب العدو فقام على عرصاتهم ثلاثا. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا سعيد بن قتاده انه قال: ذكرنا انس بن مالك رضي الله عنه النبي طلعه رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا ظهر على قوم قام بالعرص ثلاثه ان تبعه معاذ بن عبد العلاء. قال حدثنا سعيد بن قتاده عن انس عن ابي طلحه عن النبي صلى الله عليه وسلم بام قسم الغنيمه في غزوه وسفره. قال: وقال رافع: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفه فاصبنا غنما وابل بعد 10 من غنمه ببعير. قال حدثنا عبد بن خالد قال حدثنا ما من عقد حدثنا انس اخونا وقال قد امر النبي صلى الله عليه وسلم من الجيران حيث قسم غنائم حنين. باب اذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجد المسلم. قال ابن نمير حدثنا عبد الله عن ابي بن عمر رضي الله عنهما قال: ذهب فرس له فاخذه العدو فظهر عليه المسلم برد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقى عبد الله فلا يقبرون فظهر عليه المسلم برد عليه خالد بن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله انه قال: اخبرني هذا ان عبدا لابن عمر بقى فلا يقبرون فظهر عليه خالد بن الوليد برده على عبد الله فان فرس ابن عمر عار فلا يقبرون فظهر عليه برده على عبد الله. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا زهير قال عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان على فرس يوم لقي المسلم ولا على فرس يوم لقي المسلم وامير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد بعده ابو بكر فاخذه العدو. فلما هزم العدو رد خالد فرسها. باب من تكلم بالفارسيه ورطنته وقوله تعالى: واختلاف السنتكم والوانكم. وقال: وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عاصم قال اخبرنا حنظله بن ابي سفيان قال اخبرنا سعيد بن منى قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله اذا بعنا بهيمتنا انا وطحنت صاحبي جعين فتعالى انت ونفر. وصح النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا اهل الخندق ان جابرا قد صنع سورا فحيالا بكم وبإليه. قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن ابي عن ام خالد بنت خالد بن سعيد قالت: اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابي وعلي قميص اصفر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه. قال عبد الله: وهي بالحبشيه حسنه. قال: فذهبت العب بختم النبوه فزبرني ابي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابني واخلفي ثم ابني واخلفي ثم ابني واخلفي. قال عبد الله: فما قيت حتى ذكر. قال عندنا محمد بن جعفر قال عندنا غدر قال عندنا شعبة عن محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه ان الحسن بن علي اخذ تمره من دبر الصادقه فجعل في وقال النبي صلى الله عليه وسلم من فارسته: كيخ كيخ، اما تعرف انها لا نكون صدقه. باب الغلول وقول الله تعالى: ومن يغلل ياتي بما غل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابي حيان قال حدثني بزرعه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الغلول بعظمه
وعظم امره قال له فين احدكم يوم القيامه على رقبتنا وعلى رقبتي شاة لا تغى على رقبتي فرس لا محمد يقول يا رسول الله اغثني واقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبتي بعير له لغه يقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبتي صامت فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وعلى رقبتي ريقا تغفر فيقول يا رسول الله اغثني فاقول لا املك لك شيئا قد ابلغتك وقال ايها النبي حين فرسل له حمامه باب القليل من الغلول الى ولم يذكر عبد الله بن عمرو النبي صلى الله عليه وسلم انه حلق متاعه وهذا صح. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله عن سالم بن ابي الجعد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه قال كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم كان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فما دام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار بدأ ينظرون اليه فوجدوا عباءة قد غلا. قال ابو عبد الله قال ابن سلام كركرة يعني بفتح الكاف وهو مضبوط كذا باب ما يكون من ذبح الابل والغنم في المغانم. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عونة عن سعد بن مسروق عن عبادة بن رفاعة عن عباءة بن رفاعة عن جدي رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمدينة الحليمة فاصاب الناس جوعا واصابنا ابنا وغنما كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخرياتنا نزف عجين فنصب القدور فامر بالقدور فهو ثم قسم بعد 10 من الغنم ببعير فندمنا بعير وفي القوم خير يسر وطلبوا فاعل فولي رجل بسهم فحبسه الله فقال هذه البهائم لا وابنك وابن الوحشي فمن ادعى لكم ازرعوا فيها كذا فقال الذين نرجو قال او نخاف ان نلقى العدو غدا وليس معنا مدى ابا نتبعه بالقسم قال ما نرى الدم وذكر اسم الله فكل من ليس السن وضور وسأحدثكم عن ذلك اما السن بعض ومضور ومود الحبشه باب البشاره من المتوحي قال عندنا محمد بن مدنا قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا قيس انه قال قال لي دليل عبد الله رضي الله عنه وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تريحني من ذي الخلاصه وكان بيتا فيه خثعم يسمى كعبه اليمانيه فانطلقت ب50 او 100 من احمس وكانوا اصحاب خير فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم اني لا ادفع على الخير فضرب في صدري حتى رايت اثر اصابعي في صدري فقال اللهم ثبت وجعل وادي هديه فانطلق لي فكسر وحرق فارسل الى النبي صلى الله عليه وسلم يبجر فقال رسول جرير يا رسول الله والذي بعدك من حق ما جئتك حتى تركتها كان جمل اجرم فبارك على خير احمس ورجالها 5 مرات. قال مسدد بيتهم في خدعم باب ما يعطى البشر وعطى كعب بن مالك ثوبين حين بشر بالتوبه. قال باب الله جاءت بعد الفتح قال حدثنا ادم بن ابي ياسر قال حدثنا شيبان عن مصري عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن النبي عثمان ناديا مجاشع بن مسعود أنه قال جاء مجاشع بأخيه مجاند بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا مجاند يبايعك على الهجرة فقال لا هجرة بعد فتح مكة ولكن بايعنا للإسلام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو بن وعمر وابن جريج سمعت عطاء يقول ذهبت مع عبيد بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وهي مجاورة بثبير فقالت لنا انقطعت الهجرة منذ فتح الله على نبي صلى الله عليه وسلم مكة. باب إذا اضطر الرجل إلى النظر من شعور أهل الذمة والمؤمنات إذا عصينا الله وتجري ديننا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب بن الطيبي وقال حدثنا وجيه قال اخبرنا حسين بن سعد بن عبيده عن ابي عبد الرحمن وكان عثمانيه فقال لابن عطيه وكان على ويني لا اعلم ما الذي جرى صاحبك على الدماء سمعته يقول بعد ان النبي صلى الله عليه وسلم والزبير فقال ايتوا روضه كذا وتجدون بها امراه اعطاها حاطب كتابه فاتينا روضه ما قلنا الكتاب قالت لم يعطني فقلت فقلنا لا تخرجن او لو جردنك فاخرجت من حجزتها فارسل الى حاطب وقال لا تعدل والله ما كبرت ولا ارتدت للاسلام ولا ازددت للاسلام الا حبا ولم يكن احد من اصحابي كان ولو بما كتب ان يدفع الله به عن اهلي ومالي ولم يكن لي احد فاحببت ان اتخذ عنده عندما صدقه النبي صلى الله عليه وسلم قال عمر دعني اضرب عنقه بينه قال نفق فقال ما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعمل ما جئت وهذا الذي جرى باب سقم الغزاة وبه اليه قال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا يزيد بن زرعين وحميد بن الاسود عن حبيب بن الشهيد عن ابن ابي مليكه قال قال ابن الزبير بن جعفر رضي الله عنهما اتذكر تلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وانت ابن عباس قال نعم فحملنا وتركك. قال حدثنا ابن عليك بن اسماعيل قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري قال قال سعيد بن يزيد رضي الله عنه ذهب لنا تلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان الى ثنية الوداع. طيب شيخ خالد جزاكم الله خير شيخ محمد بارك الله فيكم. قال هنا صاع من شعير فتعالى انت ونفر فصاح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا اهل الخندق احصل لكم شيخنا وباسانيدكم ايضا. قال بس نعيد هذا لمن دخل متاخرا باب قتل النساء في الحرب وبه يغلى حدث اسحاق بن ابراهيم قال قلت لابي اسامه تحدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ولدت امراه مقتوله في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. هذا لم يقرا امس وقرئ بعد اجازه الشيخ وقرئ اليوم في صدر المجلس ونعيده لمن حضر متاخرا. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول اذا رجع من الغزو
وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل كبر ثلاثا قال آيبنا إن شاء الله تائبنا عابدنا حامدنا لربنا ساجدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبه يقول حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الله قال حدثني يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مقفله من عسفان ورسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته وقد اردف صفيه بنت حيي فعثرت ناقته فصرع جميعا فاقتحم ابو طلحه فقال يا رسول الله فقال يا رسول الله جعلني الله فداءك قال عليك المرأة فقلب ثوبا على وجهه واتاها فالقاها عليها في نسخه فالقاه عليها واصلح لهما مركبهما فركب واكتنف رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اشرفنا على المدينه قال ايبنا تائبون عابدون لربنا حامدون فلم يزل يقول ذلك حتى دخل المدينه. وبه قال حدثنا علي بن قال حدثنا بشر بن فضل قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق عن انس بن مالك رضي الله عنه انه اقبل هو وابو طلحه مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم صفيه مردفها على راحلته فلما كانوا ببعض الطريق عثرت الناقه فصرع النبي صلى الله عليه وسلم والمراه وان ابا طلحه قال احسب قال اقتحم عن بعيره فاتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله جعل الله فداءك هل اصابك من شيء؟ قال لا ولكن عليك بالمراه فالقى ابو طلحه ثوبه على وجهه فقصد قصدها فالقى ثوبه عليها فقامت المراه فشد لهما على راحلتهما فركب فساروا حتى اذا كانوا بظهر المدينه او قال اشرفوا على المدينه قال النبي صلى الله عليه وسلم ايبون تائبون عابدون ربنا حامدون فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة. الصوت منخفض. وقال بسم الله الرحمن أحد المعلم بسم الله الرحمن الرحيم بارك الله فيكم. باب الصلاة إذا قدم من سفر. وبإليه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن محارب بن ثان قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما قدم المدينة قال ادخل المسجد فصلي ركعتين. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مجرد عن هشام عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن عن ابي وعمه او عبيد الله بن كعب بن عن كعب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قدم من سفر الضحى دخل المسجد فصلى ركعتين قبل ان يجلس. قال ابو طعم عند قدومه وكان ابن عمر يفطر لمن يغشى يفطر لمن يغشاه. وبه اليه قال حدثني محمد قال اخبره وكيع عن شعبه عن محارب بن ثاني عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينه نحر جزوره او بقره. زاد معاذ عن شعبه عن محارب سمع جابر بن عبد الله قال اشترى مني النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين وفي نسخه بأوقيتين ودرهمين او درهمين. فلما قدم صرارا امر ببقر فذبحت فاكلوا منها. فلما قدم المدينه امرني ان اتي المسجد فاصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير. وبه قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبه عن محارب عن محارب بن يسار عن جابر انه قال قدمت من سفر فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين. قال صرار موضع ناحيه بالمدينه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب فرض الخمس. وبه قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني علي بن حسين عن حسين بن علي عليهما السلام اخبرهما عن علي رضي الله عنه قال وكانت لي شارف من نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاني شارف من الخمس. فلما اردت ان ابتني بفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدت رجلا صواغا من بني قينقاع ان يرتحل معي فناتي باذخر اردت ان ابيعه الصواغين واستعين به في وليمه عرسي. فبين انا اجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائل والحبال وشارفاي مناخاني إلى جنب حجرة رجل من الأنصار رجعت حين جمعت ما جمعت فإذا شارفاي قد جتب أسنمتهما وفي نسخة قد جبت أسنمتهما وبقرت خواصرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهما. فقلت من فعل هذا؟ فقالوا فعل حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الانصار. فانطلقت حتى ادخل على النبي على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثه فعرف النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي الذي القيت الذي لقيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ فقلت يا رسول الله ما رايتك اليوم قط عدا حمزه على ناقتي فاجب اسلمتهما وبقر خواصرهما وها هو ذا في بيت معه مشرب معه شرب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه فارتدى ثم انطلق يمشي واتبعته انا وزيد بن حارثه حتى جاء البيت الذي فيه حمزه فاستاذن فاذن له فاذا هم شرب. فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزه فيما فعل فاذا حمزه قد تمل محمره عيناه. فنظر حمزه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر الى ركبته ثم صعد النظر فنظر الى سرته ثم صعد النظر فنظر الى وجهه ثم قال حمزه هل انتم الا عبيد لابي؟ فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قد سمل فنكس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القهقرى وخرجنا معه.
وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحيم بن سعد عن صالح عن جابر انه قال اخبرني عروه بن زيد عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها اخبرته ان فاطمه عليه السلام ابنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت ابا بكر الصديق بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكتم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم مما فعل الله عليه، فقال لها ابو بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقه. فغضبت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجرت ابا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. قالت وكانت فاطمة تسأل أبا بكر نصيبا مما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وفدك وصداقته بالمدينة، فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعباس، فأما خيبر ونسخة، وأما خيبر وفدك فأمسكها عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لحقوقه التي تعرضه ونوائبه وأمرهما إلا من ولي الأمر، قال فهما على ذلك إلى اليوم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال حدثنا مالك بن أنس عن شعبان عن مكرم أوس بن حدثنا مكرم محمد بن ذكر لي ذكر من حديث ذلك، فانطلقت حتى أدخل على مالك بن أوس فسألته عن ذلك الحديث، فقال مالك بين أنا جالس في أهلي حين منع النهار إذا رسول عمر بن الخطاب يأتيني، فقال أجب أمير المؤمنين، فطلقت معه حتى أدخل على عمر فإذا هو جالس على رمال سرير ليس بينه وبينه فراش متكئ على وسادة من أدم، فسلمت عليه ثم جلست، فقال يا مالي إنه قدم علينا من قومك أهل أبيات وقد أمرت فيهم برضخ فاقبضه فاقسمه بينهم، فقلت يا أمير المؤمنين لو أمرت به غيري، قال اقبضه أيها المرء، فبين أنا جالس عنده أتاه حاجبه يرفع، وفي نسخة نعم يرفع، فقال له هل لك في عثمان وعبد الرحمن بن عوف والزبير وسعد بن أبي وقاص يستأذنون؟ قال نعم، فأذن لهم فدخلوا فسلموا وجلسوا، ثم جلس يرفع يسيرا ثم قال هل لك في علي وعباس؟ قال نعم، فأذن لهما فدخل فلما جلس نعم فسلم فجلس، قال نعم فأذن لهما فدخل فسلم فجلس، فقال عباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، وهما يختصمان فيما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من بني النضير. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. قال عمر تيدكم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الله قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك؟ قال قد قال ذلك. قال عمر فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد حصل رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا الفيء بشيء لم يعطيه أحد غيره، ثم قرأ وما أفاء الله على رسوله منهم إلى قوله قدير، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، قد أعطاكموه أو أعطاكموها نصفتان وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتين من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قال نعم، ثم قال لعلي وعباس أنشدكما بالله نسخة أنشدكم الله هل تعلمان ذلك؟ قال عمر ثم توفى الله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يعلم إنه فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر فكنت أنا ولي أبي بكر، فقبضتها 2 سنين من إمارتي أعمل فيها بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عمل فيها أبو بكر، والله يعلم إني فيها لصادق بار راشد تابع للحق. ثم جئتماني تكلماني وكلمتكما واحدة وأمركما واحد، جئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجاءني هذا يريد علي يريد نصيب امرأته من أبيها، فقلت لكما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، فلما بدا لي أن أدفعه إليكما قلت إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه لتعملان فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ ووليتها، فقلتما ادفعها إلينا فبذلك دفعتها إليكما، فأنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الله نعم، ثم أقبل على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قال نعم، قال فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك،
فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فإني أكفيكه فإني أكفيكماها. قال باب أداء الخمس من الدين. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن أبي حمزة الضبعي أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة جمرة. نعم عن أبي جمرة أنا قلت حمزة قد يكون عن أبي جمرة الضبعي قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول قدم وفد عبد القيس فقال يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة. طيب من ربيعة بيننا وبينك كفار مضر فلسنا ننطق إليك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ منه وندعو إليه من وراءنا. نعم قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا لله خمس ما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال عن أبي جمرة الضبعي قال باب نفقة نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. وبيقول قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا مالك عن بزيد عن رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يقتة ورثتي اني ارى ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي عاملي فهو صدقه. نعم او قال ومؤنتي عاملي فهو صدقه. قال وبيقول حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابي عن عائشه انها قالت في رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي من شيء ياكله ذو كبد الا شطر شعير في رفق لي فاكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني ابو اسحاق قال سمعت عمر بن الخطاب قال ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الا سلاحه وبغلته والبيضاء وارضا تركها وارضا تركها صدقه. باب ما جاء في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من بيوت اليهن وقول الله تعالى وقرنا في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي وقرنا في بيوتكن ولا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. وبه قال حدثنا حبان بن نسق ابو محمد كلا وقال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معمر بن زهير قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبه بن سعيد ان عائشه رضي الله عنها زوجها النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استاذن ازواجه ان يمرض في بيتي فاذن له. وبه قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا نافع قال اسمه ابن ابي مليكه قالت عائشه رضي الله عنها توفي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي نوبتي وبين سحري ونحري وجمع الله بين لقي ولقي. قالت دخل عبد الرحمن بسواك فضعف النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأخذته فمضغته ثم سننته به وبه إليه. قال حدثنا سعيد بن حفير قال حدثني ليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن هشام بن علي بن حسين أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره وهو متكيف في المسجد في العشر الأواخر من رمضان ثم قامت تنقلب فقام معها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا بلغ قريبا من المسجد عند باب سمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم مرض به مرض من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفذ فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما. قال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما ذلك. فقال إن الشيطان يبلغ بالإنسان مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. وبيقال حدثنا إبراهيم بن ذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ارتكبت فوق بيتي حفصة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر قبلتي مستقبل الشأم. وبيقال حدثنا إبراهيم بن ذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام بن علي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس لم تخرج من حجرتها. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يرى نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال هنا الفتنة ثلاثا من حيث يطلع قرن الشيطان. وبه قال حدثنا عبد الله بن إسماعيل أخبرنا عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عمرة بنت عبد الرحمن وفي نسخة ابنة عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده وأن سمعت صوت إنسان يستأذن في بيت حفصة فقلت رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وبه إليه قال باب ما ذكر من درع رسول من درع النبي صلى الله عليه وسلم وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته ومن شعره ونعله وآنيته مما يتبرك أصحابه وغيرهم بعد وفاته. وبيقال حدثنا محمد عبد الله صادق الحدثني أبي عثمان متى عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال لما استخلف بعثه إلى البحرين وكتب له هذا الكتاب وختمه وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر. وبيقال حدثني عبد الله قال ابن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال حدثنا عيسى بن طهمان قال أخرج إلينا أنس بن عدين جرداوين أخرج إلينا أنس علين جرداوين لهما قبالان فحدثني ثابت البناني بعد عن أنس أنهما نعلا النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن شهاب قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أيوب عن عبيد بن هلال عن بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء ملبدة وقالت في هذا نزع روح النبي صلى الله عليه وسلم.
وزاد سليمان عن حميد عن أبي بردة أنه قال أخرجت إلينا عائشة إزارا قريضا مما يصنع باليمن والكساء من هذه التي يدعونها الملبدة، وفي نسخة تدعونها. وبه إليه نعم باقي الحديث. وبه إليه قال حد قال حدثنا عبد الله بن ابي حمزه عن عاصم بن ابي سيدنا عن ابي سيدنا رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كسر اتخذ مكان الشعبي سلسله من فضه، قال عاصم رايت قدحا وشربت فيه. وبيض حدثنا سعيد محمد بن تربي قال حدثنا عقبه بن ربيعه قال حدثنا ابي عن الوليد بن كثير حدثنا عن محمد بن عمرو بن حلحات الدؤلي حدثنا ابن هشام حدثنا علي بن حسين حدثه انه حين قدم المدينه عند يزيد بن معاويه مقتل حسين بن علي رحمه الله رحمه الله عليه لقي المسور بن قرطبه فقال له هل لك الي من حديث تامر بها؟ فقلت له لا. فقال له فهل انت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإني أخاف أن يغلبك القوم عليه، ويم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة عليه السلام، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محترم. فقال إن فاطمة مني وأنا تخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد الشمس، فأثنى عليه في مصارته إياه، فقال حدثني فصدق لي وبعدين فوفى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله أبدا. وقال حدث قدام سعيد قال حدث فيها عن محمد بن سوقة عن منذر عن ابن حنيفة قال كان أبي رضي الله عنه ذاكرا عثمان رضي الله عنه ذكره يوم جاءه ناس فشكوا سعاة عثمان، فقال لي علي اذهب إلى عثمان فأخبره أنها صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر سعاتك يعملون فيها فأتيت بها، فقال أغنيها عنا. نعم فأتيت بها عليا فأخبرت فقال ضعها حيث أخذتها. قال الحميدي وقال سفيان حدث محمد بن سوقة قال سمعت منذر الثوري عن ابن حنيفة قال أرسلني أبيك خذ هذا الكتاب فاذهب به إلى عثمان فإن فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقفنا على هذا الباب، باب الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمساكين. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم ونفع الله بكم. آمين آمين يا رب العالمين، وبارك الله فيكم أيضا ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا الإجازة الخاصة والعامة للجميع ولأولادكم وأزواجكم وطلابكم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم، قبلنا وتشرفنا، جزاكم الله خيرا شيخ أبو حاتم شيخ أحسن الله إليكم. آمين آمين جزاكم الله خيرا جميعا أستودعكم، السلام عليكم.